السلام عليكم استاذ، شلون الصحة؟ اهلا بك ضيفا عزيزا على برنامج نريد وطن. بالبداية نريد نسأل ليش تم اللي عرفناه انه والد المقتول اليوم تم اخراجه بكفالة. ليش تم اخراجه بكفالة؟ لجئتوا ايضا للتمييز، تحدث لي اذا يمكن تفاصيل حول هذا الموضوع. حقيقة بخصوص هاي القضية توكل بها محامي اخر اللي هو المحامي نصر العايش، كما قالت موكلتي انه هو شيخ عشيرتهم ومحاميهم. انا توكلت في بدايه الدعوه بخصوص قضيه المجنى عليه الحدث موسى. اشتغلت الدعوه من بدايتها الى حد احالتها الى محكمه الجنايات. دعوه مكتمله جميع اركانها، بحيث تكيفت على الماده 406 على 1 على 1000 قتل مع سبق الاصرار والترصد، وتصل عقوبتها الى الاعدام، واذا صارت بها رأفة توصل الى المؤبد. الحل حد الجنايات. أضافة إلى ذلك كل الكلام اللي انذكر حتى بسيد قاضي التحقيق من دون أقوال الطفل الحدث أحمد، هو الشقيق الأكبر للمجنى عليه موسى، كانت مطابقة جدا مع تقرير الطب الشرعي، دقيق جدا. أما اللي سمعناه وراها صارت اتصالات لحين حالة الدعوة، وتجهزت الدعوة للإعدام ما بها أي مجال. أولا إحنا ما نريد، إحنا مو سفاحين، ولكن هاي جريمة، وجريمة طفل مو جريمة قتل عادية. خلال قضية في احنا ما زلنا يعني نشتغل في مراحل التحقيق. قضية موسى صارت 3 حالات نفس هاي الحالة، ما ضمنها في منطقة الحسينية. انا اريد اسأل، انتم مترافعين بهواي عن هيك قضايا، بهذه الدلائل كنتوا تتوقعون مثل ما ذكرت هسه حاليا انه ممكن يكون اكو اعدام في حال اكو رأفة، ممكن يكون اكو مؤبد، شنو السبب اللي انه تكون الحكم 15 سنة؟ حقيقة حسب ما وردنا، يعني انه اني منعوني انه ادخل للمحاكمه، ومنعوني قبلها والده جده المجنى عليه. صار اتصال من قبل المحامي في حينها بتاريخ يوم 19 تقريبا او 18 يوم خميس صادف. ليش منعوه؟ بعد الاحاله، ها انه احنا هذا شيخه وهذا اولى بالدم. قلت لهم يابا، اولا اني امام راي العالم، اضافه الى ذلك انا طلعت بقناتكم في حينها تكلمت في بدايه الحادث، انا مشتغله مسير التحقيق، الناس تطالبني، هاي قضيه دم مو قضيه عاديه. صارت قضية رأي عام. اليوم عن الهدف من عدة مساعدة المحكمة لإحقاق الحق. هذا دم طفل. أضافة إلى ذلك هاي الحالات انتشرت بالمجتمع، لازم أن يكون لها رادع. شنو اللي فهمت؟ شنو سبب الاستبعاد اللي فهمت أنت؟ السبب الاستبعاد والجوهرة هاي الرسائل موجودة، اللي هي أنه شيخهم وهو أولى، وهو أولى بالدم. قلت لهم يابا، مواني معرض امام الناس، هسه الناس شو تقول؟ راح تخليني بخانه الاتهام انه محمد الكندي المحامي لو قبض المالات، احكي لك اياها حقيقه، هاي الاتهامات تصير من المجتمع لو يعني اتنصل عن القضيه. لذلك بقيت محافظ على الموضوع، وطلبت الوكالات، انا منطقه الوكالات، طلعت بحيله قانونيه، هاي راح احكيها امام الاعلام، انه اني فعلا صار عندي ظرف عمليه وكذا، وقلت لها من ارجع عن طريق الوكالات، ومنطقه الوكالات بقيت مجهز اموري ومجهز دفوعي انا وزميلي الاستاذ محمد الموسوي اللي وياي بالدعوه، وجهز الدفوع الى موعد المحاكمه. نزلوا منشورات خاف ما حسامع بها انه المحاكمه تاجلت من يوم 27 الى يوم 28. انا عرفتها هاي حيله، انا ب 37 المحكمه بعدها ما مفتوحه، انا باب المحكمه طيب اتجهزت جاي ادخل للمحاكمه، امتنعت. زين انا هاليوم من ادخل للمحاكمه وتجي الوكيله يعني موكلتي امام السيده، امام المحكمه وامام السيده نقيبه المحامين وكل الناس اللي قاعده، وقالت اعزلك، هاي مو حلوه بحقي. اكيد صحيح. زين هاي اليوم هذا قرار التمييز ممكن، بس عندي موضوع نتيجة جدا مهم فضل. اذا تسمح لي به، حسب الساده والسيدات المحاميات الجاسات بالدعوه، الاقوال تبدلت من بعد ما تم استبعاده، مثل ما ذكرها الشيخ ابو عباس. ممكن يكون هذا واحد من الاسباب اللي تم استبعادك من خلاله؟ لا، الاقوال تغيرت، غيرت مجرى الدعوة، هي غيرتها بشكل كامل، تغير بحيث أنا ما ألوم القضاء. القضاء من كيف المادة على 410 ضرب مبرح أدى إلى الوفاة، أنا ما ألومهم، تغيرت. يعني اليوم لو متطابق الأقوال، وأكو هواي أمور أنا اللي وصلتني أنه أحد يعني هو وكيلهم ما قدم لا أحد دفوع، ولا عنده محامي إجا قدم دفوع الرجل. لو بس كانت الآلية مكتملة ومكتملة دفوع صحيحية وثبتوا، القضاء على من يمشي؟ القضاء يمشي على أدلة ملموسة. صح.
نعم عنده صلاحية وجدانية، بس بيجي حكم لا أدلة ملموسة يثبت. أكو قانون، القانون سكة تمشي عليه القضاء. خلينا نسأل. نعم. أريد أسأل. نعم. حابة تسأل. نعم. أريد أسأل حتى أنتقل إلى الدكتور واثق. الحكم الصادر اليوم وتم استبعاده الأستاذ الكندي من بالمادة 406 من قانون العقوبات. يعني حتى لو تنازلت المدعية بالحق الشخصي وهي والدة الطفل، احتمال دافع لها فلوس مبين يعني، لكن يبقى الحق العام مرتبط بالقصد الجنائي الحق العام. الحق العام اليوم كنا شفنا، واعتقد السيد الكندي طلع وياي، احتمال اذا دفعت فلوس وراها جهة المدانة تطلع بعد انقضاء محكوميتها، اذا ما دخلت جهات طبعا حتى اخراجها بوقت قريب ممكن تطلع، مثل ما سمعت السؤال ايضا بالشاشه من بعد مو سمعته كلش. يعني شلون اذا تنازل من الطرفين على هاي الماده؟ أي. بالحق العام ممكن تطلع؟ لا ما تطلع، لازم يتنازلون المدعين بالحق الشخصي الشخصين اللي هو والد المجنى عليه ووالدة المجنى عليه. زين. اذا تنازل احد الاطراف، وبالمناسبه التنازل يصير في سير التحقيق او في اثناء المحاكمه مو بعد ما تنحكم وتروح القضيه وتاخذ قرار بالجنايات، راح تكون بها صعوبات. زين، بالتمييز ممكن يكون اكو بالتمييز؟ نعم، حسب رايي وحسب اراء الساده بناء على الاقوال اللي تم تغييرها، فبالتالي ما ممكن. نعم، الساده القضاة في محكمه التمييز عندهم باح بهذا الموضوع، وأنا أطالبهم باسم الإنسانية أن يدققون بهاي الدعوة، أما يشدد العقوبة أم يعيد المحاكمة. يشدد العقوبة لو يعيد المحاكمة، يشدد العقوبة يعني بناء على الأقوال الحالية، لو ممكن أنه بناء خلي يدققون على موضوعات التقرير الطبي وعلى موضوعات الأقوال اللي دونت في حينها في سير التحقيق وتطابقها. نعم، عندنا قضاة كفؤون وكنا أمل بيهم، وقضاءنا منصف وقضاءنا الشجاع، واني اناشدهم بهذا الموضوع. حرفت مسار القضيه تتوقع من بعده؟ حسب اللي شفنا وحسب اكثر من طرف جالسين بوقائع الجلسه، نعم انحرفت. نعم. من مسارها، لذلك اني القضاء السيد القاضي اللي اصدر القرار اصدر القرار صحيح، لان هنا انتقلنا من مرحله القتل العمد اثبتت حتى على موضوعه الملح اللي تفضل بها الشيخ ابو عباس. نعم. كيفت وتحولت الى ال 410 اللي هي ضرب مفضي الى الموت. شكرا لك. نعم. شكرا لك. نعم وجدان. نعم بدر، أنا أشكرك طبعا بدر. يعني إحنا نتمنى أنه محكمة التمييز تعيد المحاكمة أو تغير من طبيعة الحكم اللي صادر واللي ساقط عليه، لأن القرارات المحاكم العراقية تأتي بعد درس طبيعة القضية والاطلاع عليها، عندنا شهود وعندنا إفادات على تقرير الطب العدلي. أشكرك بدر.